الله ما احلى هالخبريه. ان شاء الله الف مبروك يا اخي. الله يبارك فيك يا اختي. وامتى بده يجي الولد اخي؟ لسه مطول اختي، لسه مطول. يعني بعد كم يوم؟ الله يسامحك يا جميله، قولي كم شهر؟ كم شهر باقي له؟ يا ستي على حسابات امك باقي له 6 شهور بالتمام والكمال. يا وشو دخل امك لتحسب لها؟ ما هي اللي حسبت وعرفت. انا شو بيعرفني بهيك قصص اختي؟ هلا المهم انه لطفيه حبله وخلصنا اسئله انت وياها. طيب اخي اخر سؤال، شو هو؟ شو رح تسمي لابنك؟ رح سميه على اسم ابوكي، شوكت. وما لقيت غير هالاسم؟ اي مو حلو. اسمعوا هالسمعة، قال مو حلو. وشو بدك يعني سمي لك يا جميلة خانو؟ عرفان، اسم حلو سهل. يعني اسم ابوكي ما عجبك؟ ايه مو كتير اختي. لك اخرسي ولي، ومين بده يحمل اسم ابوكي ها؟ وضروري انت تحمله اخي. لك ستي حلقك، ستي حلقك. لك شوفي شوفي، ليش صوتهم طالع برات البيت؟ قال اختك اسم ابوك مو عاجبك. والله مو قصدي هيك اخي. ايه تعي 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 لهم، تعي تعي. اخي والله ما بعرف، خلص سمو لي بدكم يا، انا شو بيفهمني؟ ليش مو عاجبك اسم ابوكي ولا؟ ومين قال هالحكي؟ قريته يقبر قلبي هو واسمه يا حق. ان شاء الله. شو طلعت بتحبه؟ شي؟ بشوي قالت غير هيك، وقال شو بدها تسمي الولد عرفان. عم تكذبي كمان ولا؟ عم تكذبي؟ اخي انا ما كذبت، انت بتعرفني اني انا ما بكذب. يلا روحي سوي لنا اكل، يلا روحي. حاضر. روحي انت الثانيه الحقيقه يلا. عرفان والله اسم حلو، ليش مو عاجبك اخي؟ اي بعت لك حمى، شلون بتوعي حالك بكل طابوسه بدها حلم الله لتطلعي منها. اي وانا شو بيعرفني انه الابن الكبير لازم يسمي ابنه على اسم ابوه. السلام عليكم. عليكم السلام، ما تواخذنا اخي، سكرنا الله يرضى عليك. حضرتك ابو عصام مو هيك؟ اي انا ابو عصام. خير اخي. ابو طوني بتعرفه؟ مين ابو طوني اخي؟ صاحب الاخ ابو حسن. اي عرفت. اي اسلم لي الراي. اي اسلم. شرف اخي، شرف 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 على عيني. هاي الأمانة لبيت أبو نايف، لازم تصل عن طريقك الليلة من كل بيت. هي أمرك، اعتبرها وصلت عمي. غيره بتقول لأبو شهاب أبو طوني بعت لك الأمحات، والحمل جاي بعد يومين، والأمحات مرطبين وبدوا النشر على الحارق. إيه بيصل عمي. خلاص بيصل، الحمل جاي بعد يومين، والأمحات مرطبين وبدوا النشر وعلى الحارق. على الحارق خلاص عمي، بده النشر على الحريق. اعتبرها وصلت من بكره بكير باذن الله. قول الله وقل له يدير باله من الايقان السود. يلا عم يزرق عمي عادي لك عمي عادي. لا لا ما معي وقت، اخذت كثير. هاني سلمني على ابو حسن وعلى ابو طوني. يا ولا يهمك بيوصل. لا صار معك مع السلامه يا اخي. مع السلامه. يلا معك مع السلامه. بكره من اول النهار تخلي لي عينك عليه، وحاول تفوت لعنده وتساله شو قصته هذا الغريب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما بدك تنامي؟ ما بدي يام.
قومي ارتاحي مشان الولد اللي ببطني. مو جايني نوم. تصطفلي. يعطيك العافية يا رب. أبي ليش ما نمتي لهلا أنتِ؟ يا بيي والله خفت عليك تأخرت كثير. لا لا تخافي الله يحن عليكي روحي نامي أبي روحي روحي. طيب يا بيي ما بدك تاكل؟ لا أبي أبو نايف عشاني عشا غير شكل عنده والله. مين أبو نايف؟ لا هذا واحد زبون عندي أبي. روحي نامي أنتِ روحي الله يحن عليكي. طيب تصبح على خير. وأنتِ من أهل عيوني. قومي بقى حاجة نوم. ليش طلعت الشمس امي؟ بالله شو بكير يا بعدي وراح يقدن الظهر. قومي بقى خلصيني يا ماما. انا عرفانه ليش هاي عمالي نام تركيني. لك قومي حركي لك حركة بقى. والولد يا مو؟ ايوه ستي من غير وحام مصفرة. شبه الولد ما بدي دير بالي عليه يا مو. وان شاء الله صدقتي انك حبله وهذا شغل البيت على مين تركتي يا مو؟ بس انا خايفة عليه. ايه امشي معي ما راح يصير له شي. يلا لك وينك؟ يلا اجيت. العقيد ابو شهاب صار له مده جاي سيدي. ما بدك لازم هو يجي لعندي ويستفهم علي سوا سهر وربع ساعه. انت هيك شايف عقيد؟ هيك الاصول. بركة ما حدا قال له او قالوا له ما قام من ارضه. يعني عم يستظرني؟ مو هيك قصدي عقيد، بس لازم تعرف شو صار مع الحكي. يعني معقول يكون ما دري يا ابو غالي؟ قصدي حاط الضبا انا بعرفها، ما بيخبوا شي على عقيده. وانا برايي عقيد لازم تورجيه انك مقروق وزعلان من صهره، وهيك بتكون حطيت وحدة عليه وعلى حالته وانك مرقت له اياها على خير. انا بخبي له اياها لوقتها. بس اذا بصير شيء على واحد من اولاد حارتي الى طرب الحاره كلنا فوق راسه. الله يعزنا اياك يا عقيد. الله يعزنا اياك. الله يديمك علينا. يسلم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي ابو عصام. طلع برات البواكي فتحي. روح عمي. امرك عادي. شو جاي تساوي هو؟ لك عين تيجي لعندي بعد كل اللي عملته فينا يا بضاي؟ أنا ما جاي لعند منك يا أبو شهاب لحتى أحكي مشكلتي مع أختك سعاد. هلا مو وقتها. لك هلا شو جاي لعندي؟ ما كان هاد عشمي فيك يا أبو عصام. ما كان هاد عشمي فيك. العملة اللي عملتها فينا كبيرة كتير، كبيرة كتير يا أبو عصام. أنت ما عملت كرامة لحالك ولا لأولادك ولا لأختي ولا حتى إلي.
إذا مفكر حالك صرت كبير بالحارة فنحن اللي كبرناك. اوعك تفكر حالك رح تضل كبير، نحن اللي طلعناك ونحن مننزلك، سويناك كبير بالحارة منرجعك صغير بالحارة. كلامك مردود عليك يا أبو شاب. أنا جاي عند منك رح أقول لك كلمتين وبدك تسمعهم. ما بدي أسمع منك شيء. الله معك. بدك تسمع يا أبو شاب. احكي اللي عندك. زلمة أبو طوني إجر عند مني بارح بالليل وجاب معه منه الصراخ. وأنا وصلت على بيت أبو نايف ولا صارت بالأمان. هو قال لي وصاني إلاك دير بالك منيح. لمحات هلا وصلوا والحمل جاي بعد يومين. لمحات مرطبين ولازموا النشر على الحاريك. وبيقول لك دير بالك من الإيقان السود. وأنا من عندهم مني بيقول لك دير بالك من العميان المفتحين يا أبو شهاب. الصيف كان مفتح وشايف كل شيء بالحارة. هو اللي قتل الزعيم. الله معك عمي يا ابو عصام. مور معلم. روح عند اهلي لابو قاسم بسرعه. امرك. ركض. شو صاير عقيد؟ الاعمى سطيف وينه؟ صار له شهرين ما بين بالحاره. بدي اياه لو كان تحت سابع ارض. شو بدك منه عقيد؟ هذا واحد على البركه. نحن يلي على البركه. هذا سطيف لا له أعمى ولا له أجداب. كان كل هالأيام عم يدقدس علينا والمي ماشي من تحت رجلينا ونحن مو حاسين. ومن كل بد هو اللي قاتل أب سمير الحمصاني وهو اللي قاتل الزعيم وقله ضلع بكل مشاكل الحارة. معقول؟ مثل ما عم قلك. وبدي اياك إذا شفته ترخيله الحبل وتعمل حالك مالك دريان بشي وأصحك حدا يدرى يا أبو حاتم لأنه الموضوع سر. لعيونك عجيب. ودير بالك يمكن يرجع يفوت على الحارة بلبس غير لبسه وعيونه مفتحين. باطل؟ اي والله بعرفه من بين 100 واحد. واذا كمشته مالي مخليه يطلع من الحارة عايش. لا انت بس كمشني اياه وترك الباقي علي. عيونك عقيد. مور يا بي. بي الله يرضى عليك. هاب ديرو على البيت. ديرك تعبان شوي. ديرك ريح. خير يا بي باك شي؟ لا لا أبي لا تقلق. ما بني شي ما بني شي. دير بالك. يا الله يرضى عليك. ايه أمرك يا بي. الله يقويك. جيتك أبو حاتم؟ شو بقى أبو عصام مهموم؟ الله أعلم. وانت مو على بعضك؟ ما فيني شيء بس بدي اسألك. تفضل. شفت لي سطيف؟ مين؟ لك سطيف الأعمى ما غيره. شو بدك منه؟ في ناس حكوا لي عنه حكاية ما بتتصدق. قال في واحد ضعفان عم ينازع جابه سطيف قراله لسه ما خلص قراية قام فسدك مثل حصان. بحياة الله. لا تحلفني ما بحب الحلفان. أنا مشان هيك بدي إياه. في واحد صاحبي ضعفان بدي أخده مشان يقراله. على عيني وراسي. الله يخلي لنا اياك. مجرد ما شفته او عرفت عنه شيء بتخبرني. معناتها مزبوط حكي يا مزكي. ليش ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف. لكن ليش لهلا ما صارت الخطبه الرسميه؟ يعني ما بتعرفي شو اللي صار؟ شو عامله حالك جد بعدليه؟ شو بكي؟ والله محتاره. محتاره يا ام خاطر. لا تحتاري ولا على بالك. بنات الحلال كتار بالبيوت مستوره. بس أنا بدي خيرية يا أم خاطر. صعي لسه ما حدا إجا وطلبها. بس يا أختي والله محكي بأمر هالبنت. يو هلأ أنت متأكدة؟ والله هذا الحكي سمعته من تنفريال العمى. إي والله عيب عليهن. عيب. شبكي يا مو؟ يعني لسه ما حدا منهم إجا لعنا. مي عصام أو أي حدا من عيلته؟ منشان شو يا مو؟ يعني لسه لهلأ ما عرفنا شو صار مع أمزكي وسعاد وعصام.
اطمني الا ما تسمعي رده من ام زكي. ايه بس لازم حدا يجي من عنده. يا عمه معقول يكون نسياني؟ خلاص عدلي حاشني علي، قلت لك ما في نصيب. هلا معتز احسن من ابراهيم. هلا احسن ولا مو احسن؟ خلاص شو جواز بالزور؟ لك لا مو بالزور، بس على القليل عملي لي شويه قدر وقيمه. يو نحن لازم نوقف مع سعاد. شو يعني اذا وقعت العنزه بيكتروا السكاكين على رقبتها؟ إيه والله عيب علينا. إيه والله انا بحبها لسعاد، بس يا اختي خايفه ينخرب بيتي. جوزي حالاته صعبين وراسه يابس، وإذا حتى ما على شغلة بده يعملها لو كل الناس زعلت منه شو أعمل؟ الله يصلحه. دايما على القهوة. صحتين وهنا، وانت إن شاء الله الله هيك بيركز له عقلاته بيهدي لك يا رب. إن شاء الله يا رب. يلا عن إذنك توبري. أهلين وسهلين. إلا ما يقع. هلأ خلينا بالمهم. مرني أخي يلي قلت لك عليه بدي إياه يمشي مثل الساعة. ماشي. بدي رجال كفوا لهالشغلة وما تكون العين عليهم. يعني الجماعة أكدوا؟ شو قلنا ساعة عم نحكي لك أبو قاسم؟ عمل لك أبو طوني بعت رجال لعند أبو عصام وجايب معه كل شيء، صرة وإشارة قريبة. وأبو طوني شو عرفه بأبو عصام؟ أنا هيك اتفقت معه، لأنه أبو عصام ما بيشك فيه. بعدين بهاليومين جاي إشارة تانية لعنده. وليش لعنده؟ يعني ما نقدر نغير العنوان قبل ما تجي الإشارة؟ صعب. لمين بدنا نأمن؟ الرجال ما قالوا بديل. بعدين مو أول مرة بيتجرب بهيك شغلة. أبو عصام زلمي أبضاي وكفو بحب البلد، بس لولا هالحملة اللي سواها وطلق سعاد.